نعاود لكم واحد القصه صغيره اللي كتهمني وتهم العائله ديالي. حنا ناتيف دو تفاوت ولكن عشنا في اكادير، عائلتي عاشت في اكادير وقلنا قبل وسكننا في طلبوش القديمه هنا قبل من الزنزانه ديال اكادير في هلال. وقع ما وقع انا باقي ما تسدش ديك الساعه. انا وقع القدر ديال الزلزال ديال اكادير. كون عرفت كي تيقول الجد العائله ديالي توفاو 10 ديال الناس فيهم جوج ديال الاخوان كانوا بريئين ديال 6 سنين و 9 سنين. خوتي اللي هو سي عبد الله الله يرحمه وسي صلاح الدين، الام ديالي حرام الله يلعقد، والاخت ديالي اللي هم ام توفات في الحياه قد ساعات طويله وهي في الظلم، وعشنا هذه المرحله كيعاود لي السيد اللي جاب الوالد ديالي الله يرحمه السي احمد الحاج، كانوا في الجديده واحد السيد سميتو غياب وهو سايق به في السياره وجايبو لهنا لاكادير من بعد ما ساقوا الخبر الزلزال لاكادير، وعائلته كلها شات. قال لي غادي حماق، غادي حماق راجل خولنا في السياره من ساعه كتجي على الصويره طابوقه والعذاب، وكيقول لي صافي يا كادير سيفيني. الوالدة ديالي ساعات وساعات باش يجبدوها فعلا، إلا بيردو مشاو لها جوج ولاد اللي عندها لي كارسون اللي جات وخرجت، ولكن الحمد لله ربي كبير أنه سنة من بعد كانت الزيادة ديالي أنا. وهذيك السيدة اللي كانت في يعني في هذيك المحنة وفي هذيك لا ديفيكولتي جي جامي في، ما عمري ما شفت شي مرة اللي كيبي لو سوغيغ حتى لهنا طول الحياة ديالها حتى الأخير. هي آخر لحظة ديالها وهي بقات دائما لو سوغيغ كاين والابتسامة كاينة. والد ديالي الله يرحمه داز الشهر رجع لأكادير وعاود بنا أكادير ودار استثمارات في أكادير وعاود اشتغل وعاود دار السياسة في أكادير وعاود تحول حي الله عمرك كل شي حاجة. لا عمركم تقطعوا اليأس. لا اليأس، شوف اليأس، اليأس ما يكونش، ربي كبير فهمتي، ربي كبير والحاجة إذا كانت صعيبة غادي تبني مزيانة من بعد. مع عمر الفشل هادشي كنقول لكم علاش، لأنه الإنسان كيبقى لي هادشي غادي يكون فشل. مع عمر الفشل ما يكون هو النهاية، ما يكون هي البداية، والبداية النجاح إن شاء الله.